إذن في شأن ليس بعيد، رجح الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية تنظيم استفتاء شعبي حول برنامج إيران النووي والحد من تخصيب اليورانيوم. وقال روحاني أن المادة 59 من الدستور الإيراني المتعلقة بالاستفتاء من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت إذا اقتضى الأمر. وسيمنح مثل هذا الاستفتاء في حال تنظيمه الحكومة الإيرانية غطاء سياسيا إذا قررت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والسداسية الدولية عام 2015. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور طلال عتريسي، مدير معهد البحوث الاجتماعية بالجامعة اللبنانية والخبير في الشؤون الإيرانية. بداية نرحب بك، ودعني أسألك حول هذا ما يتعلق بإمكانية تنظيم استفتاء حول برنامج إيران النووي. هل الرئيس الإيراني جاد في هذا الطرح إن نفذ؟ يعني الرئيس الإيراني نعم يمكن أن يفكر بهذه الطريقة التي تتناسب مع التفكير الغربي في هذا المجال، بمعنى استفتاء الشعب يصوت وبالتالي يصبح هو ملزم بتنفيذ قرارات الشعب الإيراني كما حصل في بريطانيا على سبيل المثال، والتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ممكن نعم أن يفكر الرئيس الإيراني بهذه الطريقة، ومن المؤكد إذا حصلت هذه المسألة أن غالبية الشعب الإيراني ستصوت باتجاه زيادة التخصيب، لأن الموقف الإيراني اليوم هو موقف موحد. هناك شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط وتفرض العقوبات، وهي التي انسحبت من الاتفاق في حين أن إيران كانت يعني ملتزمة والتزمت وكانت متحمسة، وخصوصا الرئيس روحاني كان متحمس لهذا الاتفاق. نعم، إذن هذا تصريح يأتي في إطار تصعيد المواقف الكلامية ربما بين الولايات المتحدة وإيران وليس تراجعا من قبل إيران. لا، أنا أعتقد يعني هذا أمر يعطي قوة لموقف الرئيس روحاني في هذا المجال. إيران لغاية الآن تقول بأنها لم تتفاوض، هذه هي المسألة الأساسية، لكن رغم ذلك إيران تستمع من المفادين الذين يأتوا إليها من سلطنة عمان، من العراق، من يعني اليابان، حتى سويسرا. طبعا هي تستمع الى وجهات النظر التي ينقلها هؤلاء، وجهات النظر الامريكيه، لكن لغايه الان الموقف هو عدم التفاوض، وبالتالي فكره اجراء استفتاء تبقى تحت صفر عدم التفاوض. نعم، لكن اذا نفذ هذا الموضوع او هذا الاستفتاء الذي دعا اليه او ربما اقترحه وطرحه الرئيس الايراني، فمن الممكن ان تخسر ايران مواقف الدول الاوروبيه. يعني هذه مسألة حساسة ودقيقة، لكن ربما يتذرع الرئيس روحاني لأن الشعب يعني اختار، وهذه هي الديمقراطية التي يريدها الغرب، لكن أنا أعتقد أنه صعب أن يتم اللجوء إلى مثل هذا الاستفتاء حول قضية من هذا النوع، لأن هذه القضية هي يعني قرار يتخذ على أعلى المستويات، زيادة التخصيب أو وقف التخصيب، التفاوض، عدم التفاوض، هذا الأمر لا يحتاج إلى استفتاء شعبي بتقديري، لكن الرئيس روحاني كما ذكرت ربما يريد ان يتحدث بلغه تنسجم مع اللغه الاوروبيه، لكن واقع ايران تقديري لا يشجع على مثل هذا. طيب دكتور طلال، في الوقت السابق علي خامنئي المرشد الايراني كان قد صرح بأن رئيس الجمهورية روحاني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف لم يقوما بواجبهما تجاه الملف النووي الإيراني، يعني ماذا كان يقصد من هذا التصريح؟ الرئيس المرشد الإيراني يعني تحدث منذ توقيع الاتفاق، كان لديه ملاحظات لأنه كان يجب أن يكون هناك تبسيط أكثر في بنود هذا الاتفاق، لكن هو في مراحل الاتفاق كان يدعم المفاوضين، اعلن اكثر من مره انه يدعمهم، يقدم الملاحظات، واطلق على متواضعات في تلك المرحله هي مرونه المصارع، بمعنى انه يجب ان يقاتل الوفد لكن يجب ان يكون مرنا. هو انتقد في يعني بعض ربما بعض المرونه التي حصلت، لكن في نهايه الامر الموقف الرسمي الايراني كان يعني مؤيد
للاتفاق، هذا هو المقصود. لكن المرشد حقيقة لم يكن متحمس كثيرا للاتفاق بسبب أنه لا يثق في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الرئيس روحاني وفريق عمله بالعكس كانوا متحمسين واعتبروا أن هذا سوف يحل مشكلة إيران الاقتصادية، سوف تبدأ الاستثمارات، سوف تحل مشكلة البطالة. لكن كان هذا ما حصل، كان خيبة أمل للرئيس روحاني ولفريق عمله، وهذا ما يعني اضطر مرشد الثورة على العودة إلى التفكير، لأنه قلت لكم بأننا لا يجب أن نفتح الولايات المتحدة. وبالتالي وبناء على هذا التصريح دكتور طلال، هل من الممكن أن نفهمه أنه يأتي في سياق سحب التأييد، تأييد المرشد الإيراني للرئيس الإيراني وزير الخارجية؟ لا، أنا أعتقد اليوم الوضع في إيران لا يسمح بمثل خلافات سياسية أو هذا الاختلاف. نعم، يعني طبعا اتجاهات في داخل إيران، اتجاهات السورية المتشددة، بعض اتجاهات الحرس الثوري تنتقد الرئيس روحاني وتعتبر انه هو المسؤول عما حصل، ولكن في الاطار العام هناك حرص حتى من المرشد نفسه على ان يكون الموقف موحد. الوقت ليس وقت اختلاف مع وزير الخارجيه، وشاهدنا عندما اراد وزير الخارجيه ان يستقيل بعد زياره الرئيس السوري لم تقبل الاستقاله، وتم يعني إعادة توحيد الموقف، لأن موقف إيران يبدو موقف موحد، الوقت غير ملائم لفتح أي خلافات داخلية. طيب، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف كان قد زار الهند ربما في 15 من هذا الشهر، ومن ثم زار باكستان يوم الجمعة، واليوم هو في العراق، ومن المحتمل ربما أن يزور تركيا خلال الأيام القادمة. برأيك ما يعني في أي سياق يمكن أن تضع هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني بعد هذا التوتر الكبير بين الولايات المتحدة وإيران؟ يعني أظن أن البحث ربما يكون الفكرة الأساسية في هذه الزيارات، أولا دعم الموقف الإيراني، تبين أن إيران ليست معزولة، وأن الموقف الأمريكي من إيران ومن النفط الإيراني لا يعني عزة إيران، هذه نقطة مهمة بالنسبة إلى وزير الخارجية. النقطة الثانية، أظن أنه يبحث في كيفية التعامل على مستوى النفطي، هل هذه الدول يعني ستشتري النفط الايراني باي طريقه باي وسيله، كيف يمكن تجنب العقوبات، وهذه الدول لديها يعني مصالح نفطيه مع ايران، الهند تاخذ النفط من ايران، العراق ايضا، وباكستان ايضا، ولهذا السبب اظن ان الهدف الاساس من الزياره هو هدف اقتصادي له علاقه بتطوير النفط. نعم، دكتور طلال عتريس مدير معهد البحوث الاجتماعية في الجامعات اللبنانية والخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن هذه الأزمة المستمرة والمتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. إذا في الشأن ذاته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن زيادة القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خطوة خطيرة يجب التصدي لها، فضلا عن أنها تهدد السلام العالمي. في الوقت نفسه هدد مسؤول إيراني بأن بلاده يمكنها إغراق السفن الحربية الأمريكية في قاع البحر بطواقمها وطائراتها. نتابع. تصاعدت لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وينذر الأمر بوقوع حرب وشيكة بينهما في منطقة الشرق الأوسط، رغم نفي الجانبين الرغبة في وقوع المواجهة العسكرية. ففي خضم التوتر بين البلدين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة لتعزيز الحماية للقوات الموجودة بالفعل ولدعم حرية الملاحة في مياه الخليج العربي. الخطوة الأمريكية المتوقعة اعتبرتها إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مسألة خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين، ويجب التصدي لها مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية سريعة لأي أزمة قد تنشأ بين طهران وواشنطن نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال بينهما. تصريحات رأس الدبلوماسية الإيرانية أتت متوافقة مع تهديد صريح من الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، والذي أكد أن بلاده بوسعها إغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج باستخدام صواريخ وأسلحة سرية. ولاحتواء التصعيد المتنامي بين واشنطن وطهران، أكدت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تسعى لتهدئة التوتر بين البلدين، مشيرة إلى خطورة وقوع حرب يمكن أن تضمن
تضر العالم بأسره، وليس بعيدا عن التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما ولنزع فتيل الأزمة بين الجانبين. وبحسب متابعين فإنه ليس في صالح النظام الإيراني الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، فأي حرب مع أمريكا هي بكل تأكيد مدمرة للنظام الإيراني الذي يعاني من اقتصاد أنهكته الأزمات الداخلية.